وللوقوف على أوضاع القطاع الصحي في العراق في ظل الاعتداءات المستمرة على الكوادر الطبية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك معنا دكتور عرفان. حياك الله يا أخي العزيز، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور عرفان. يعني في خبر لصحيفة الجارديان كشفت فيه عن تزايد حالات الاعتداء على الأطباء في العراق، برأيك عندما تتحدث بريطانيا في إعلانها عن الانتهاكات ضد الكوادر الطبية، فهل يعني ذلك أن الأوضاع في العراق تعدت المرحلة المعقولة والمقبولة؟ أخي العزيز، هذا الموضوع تعدى المراحل المقبولة من زمن بعيد. هذا نتيجة ما جاءت بأمريكا وبريطانيا للعراق. عندما نقرأ أن هنالك آخر استطلاع لأطباء محافظة بغداد فقط، لما يقولون أن هنالك 87% منهم تعرضوا للعنف خلال آخر 6 شهور من عام 2021، فهذا عدد كبير. يعني لما يكون عدد أطباء العراق الذين هاجروا من العراق بعد 2003 هو أكثر من 72,000 طبيب، هذا بسبب تردي الأوضاع وبسبب عدم حمايتهم. هذا رقم، يعني رقم مهول. في الأردن مثلا 36 حالة اعتداء في عام 2022، واستنفرت كافة كل الأردن، استنفرت كافة المؤسسات الأمنية لهذا الموضوع. وما يحصل في العراق هو أضعاف مضاعفة للأسف. نعم، إذا ما أهمية هذا التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان؟ هل سيؤثر على الواقع الصحي في العراق برأيك؟ بالتأكيد، لأن لما يحمل أكثر من 20% من أبناء الشعب العراقي أسلحة، فهذا يكون أحد العوامل اللي تساعد على ارتكاب جرائم بحق الموظفين في المنظومة الصحية. وهذا في رأيي أعتقد أن هنالك هذا راح يكون أحد الأسباب لاستقدام العمالة الأجنبية من دول الجوار، وهذا اللي هو راح تكون إحدى مكملات تدمير العراق. لأنه عندما يغيب القانون، يعني من أمن العقاب أساء التصرف، وعندما تبنى الدولة على أساس النظام الميليشياوي المقيم راح يضعف القانون، مما يؤدي إلى أن يتفشى النظام العشائري واللي يحاول معادلة الكفة من أجل حماية أبناء العشيرة من أي اعتداء. راح يكون الموظف ومنهم الطبيب أو الكادر الطبي والتمريضي ضحية الجانبين لعدم وجود قانون رادع للمعتدي اللي يعلم بأن هنالك عندما يكون خلف القضبان راح يكون هنالك أي منتسب فاسد في وزارة الداخلية مثلا مستعد لإخراجه بالمقابل. وعلى هذا كثرت وستكثر هذه الحوادث ضد منتسبي المؤسسات الصحية. واستذكر في احد في عام 2005 عندما تم قتل 10 اطباء في محافظة كربلاء وبدفعة واحدة وبدم بارد، هذا كله بسبب غياب القانون وغياب احنا نقول على احترام القانون. دكتور عرفان، يعني برأيك من هو المسؤول الفعلي عن هذه الاستهانة لربما بالكوادر الطبية والأطباء تحديدا في العراق، على الرغم من أن العالم كله يضع الأطباء كما تفضلت في مكانة عالية في المجتمعات؟ هل هي الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، أم هي الثقافة المجتمعية، أم ماذا بالتحديد؟ بالأسف أخي العزيز، الوزارة، البرلمان، المؤسسات المهنية كلها منهمكة بتوزيع كعكة السلطة، ما يهمهم تثقيف المجتمع، ما يهمهم أنه المواطن العراقي يحتاج إلى من يثقفه يقول له هذا موظف قاعد يؤدي عمل، ما إحنا ما نسمح لأي إنسان ممكن أنه يستهين به أو يعتدى عليه. في بريطانيا، أنا أعمل في بريطانيا، هنالك لائحة في مدخل المستشفى اللي أنا أعمل بها تقول لا يوجد أي تساهل مع من يعتدي على أي منتسب في المستشفى. بل أزيدك من الشعر بيت أخي العزيز، إحدى زميلاتنا الطبيبات في إحدى المستشفيات قام أحد المرضى بذكر كلام عنصري ضدها، كلام عنصري بل ليس يعني نقول فيزيكال أكشن، تم إخراجه من المستشفى مع الشرطة بعد التأكد من عدم خطورة حالته الطبية وأودع في السجن. هكذا تدار الدول عندما كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 منهمكة في السلطة، ما يهمها القانون، ما يهمها إشاعة القانون بين البشر. طبعا تحصل كلها، وجود الميليشيات أيضا، الميليشيات لعبت دور في تدمير المجتمع العراقي.
نعم. مع الأسف. دكتور عرفان، يعني أنت كطبيب، هل يكفي اتخاذ مثل يعني مثل هذه القوانين أو سن مثل هذه القوانين واتخاذ مثل هذه الإجراءات لطمأنة الأطباء فعليا بأنه لن يجري الاعتداء عليهم، أم ما هو المطلوب لطمأنة الأطباء العراقيين؟ المطلوب لطمأنة الأطباء العراقيين هو إشاعة القانون. القانون عملت في مستشفيات بغداد قبل 2003. أحد الأطباء تعرض لاعتداء من أحد المواطنين، تم أخذ هذا المعتدي، تم أخذه في سيارة الشرطة وبقى 6 أشهر محبوس على ذمة التحقيق. هذا لما المواطن العراقي يشوف هيجي شخص دخل إلى السجن لمدة 6 أشهر دون النظر في قضيته، ما راح يفكر هذا المواطن أن يعيدها مرة ثانية. لو تسأل أي طبيب عراقي يعمل بالخارج الآن عن إمكانية رجوعه إلى العراق فراح يرفض هذا السبب، راح يقول لك ماكو عندي أمان، أنا أرجع وين أكل الأمان الموجود؟ كثير من الأطباء دخلونهم للمستشفيات حاولوا يقتلوهم، بل أزيدك من الشعر بيت هنالك أطباء تم مهاجمتهم في بيوتهم من قبل النظام العشائري المقيت مع الأسف. إذن برأيك يعني هذه الاعتداءات المتكررة تشكل مبررا مقبولا لهجرة قسم كبير من الأطباء إلى خارج العراق؟ بالتأكيد. يعني عندنا شغلة ثانية، حتى تحمي الطبيب لكن يجب أن تكون هنالك برامج تلفزيونية مثلا يعني تزيد الوعي. للعكس، احنا قاعد نشوف بتزايد عدد القنوات هنالك برامج تلفزيونية تنتقص من الطبيب أو الكادر الصحي، هنالك مسلسلات جعلت من الطبيب للأسف أضحوكة، ولا يوجد مراقب لهذه البرامج في عراق الديمقراطية الأمريكية. كل هذا يؤدي إلى عدم احترام الطبيب بل اعتداء عليه والتفاخر بذلك. يعني هناك منهج مقصود، هل تقصد هناك تقصد في يعني الحط من قيمة الطبيب في العراق؟ أكيد بالتأكيد، وهذا اللي يخلي أغلب الأطباء ما يتحملون البقاء، يتركون العراق. هم يردون يفرغون العراق من هذه العقول حتى يريدون يجيبون على مزاجهم ناس من دول الجوار، وأعتقد كنا نعرف من هي دول الجوار، يجيبوهم ويقعدوهم ويخلوهم يشتغلون في هذا البلد، حتى يعني هي هاي عملية تدمير مبنهجة لا أكثر ولا أقل. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لك.